نيجي كده عندي للمثال التاني في الشابتر الأولاني، بيقولي إن أنا عندي هنا في بروجكتايل الماس بتاعته 10 كيلوغرام، اتحدف أبورد بسرعة في نود بتساوي 50 متر على الثانية. اللي حصل إن هو وصل لارتفاع معين وبعد كده بدأ ينزل تاني، فهو عايز أقصى ارتفاع في حالتين. الحالة الأولى إن إحنا عندنا الإير ريزيستنس بتساوي زيرو او نيجلكتد، والحاله الثانيه اللي هو انا عندي فيها الاير ريزيستنس بتساوي اف دي اللي هي 0.01 في تربيع نيوتن. نيجي كده بقى واحده واحده كده ونشغل الكاينيتكس بتاعتنا. انا عندي هنا سيجما اف واي بتساوي ام اي واي، اللي هو احنا ممكن نشرح الكلام ده ايه القوه اللي بتاثر على البروجكتايل بتاعه وهو بيتحرك. احنا ما نعرفش غير الحاجة الوحيدة اللي بتأثر عليه هي الجاذبية نيجاتيف ام جي، والكلام ده كله بيساوي ام اي واي. حلو كده. فدلوقتي احنا لو طيرنا الام هنا مع الام هنا يطلع لي ان الاي واي بتساوي نيجاتيف جي. طيب جميل جدا. واحنا عايزين دلوقتي نعرف علاقة ما بين ايه بقى بالظبط، امتى الجسم يبتدي يوصل لأعلى ارتفاع. يوصل لأعلى ارتفاع شو بتتحذف كده فوق، يبتدي يطلع وسرعته تقل بسبب تأثير الجاذبية، وبعدين هوب يوم سرعته تبقى لصفر، ويحصل كده زي ما بيحصل في توم جيري او لوني تونز، وتلاقي كده الجسم بتاعك وقف هنيهة في الهواء وبعد كده بدأ ينزل تاني. الهنيهة او اللحظة دي بقى احنا عايزين نحسب عندها اقصى ارتفاع. قلنا ان الفي عندها بتبقى بتساوي زيرو. نجيب العلاقة اللي هي علاقة ما بين السرعة والمسافة اللي هي في دي في باي دي واي، ونشيلها نشيل اي واي ونحطها مكانها بتساوي نيجاتيف جي. كده احنا شغالين في شغل ايه؟ كاينماتكس. طيب جميل جدا. يبقى انا كده عندي الفي دي في بيساوي نيجاتيف جي دي واي، يبقى انا كده عندي في تربيع الاتنين بيساوي نيجاتيف جي واي زائد كونستانت. قلنا السرعة الابتدائية بتاعتي 50 تربيع كده على الاتنين بيساوي 0 زائد كونستانت. اذا الكونستانت بتاعي بيساوي 50 تربيع على الاتنين، نضرب المعادلة كلها في اتنين، يبقى في تربيع بيساوي نيجاتيف 2 جي واي زائد 50 تربيع. دي المعادلة بتاعتي. قلنا هنحط الكلام ده بيساوي صفر، يبقى انا كده عندي 2 جي واي هوديها الناحية التانية بعكس الاشارة بتساوي 50 تربيع. نيجي بقى نحسب كده الواي ماكسيمم بتاعتي هتبقى بكام. هتبقى عبارة عن ادي كده 50 تربيع على 2 شيفت كونستنت جي اللي هي 3.5. احنا قلنا ان الواي ماكس بتساوي 50 تربيع على 2 جي هتساوي 127 متر تقريبا، 127.5 متر تقريبا، يعني حاجة شبه كده، ولكن هي ايه محلولة حل نهائي 127 متر. حلو كده. ده كده كان في الحالة الأولانية اللي هي أنا عندي الجسم مفيش أي حاجة بتأثر عليه غير قوة الجاذبية اللي بتشده لتحت. المرة دي بقى الجسم عندي فيه قوة تانية بتأثر عليه، وهي الـ F دي بتساوي 0.01 في تربيع نيوتن. طيب نعمل القوانين بتاعتنا بتاعت الكينيتكس تاني. قوانين نيوتن: سيجما اف واي بتساوي ام اي واي، اللي هي عبارة عن بقى انا عندي المرة دي بيأثر نيجاتيف ام جي ناقص السرعة او مقدار التناقص في السرعة اللي هو 0.01 في تربيع. الكلام ده كله بيساوي ام اي واي. هناخد المعادلة دي ونبتدي بقى نشتغل عليها شغل الكاينماتكس. نعمل ايه؟ هنقسم المعادلة كلها على ام، ونقول ان الـ AY بتساوي نيجاتيف جي ناقص 0.01 في تربيع على ام، والام دي اللي هي ب10 تقريبا، فاللي هيحصل انها تبقى عبارة عن الـ AY تساوي نيجاتيف جي ناقص، هنحط الام هنا ب10 زي ما هو مدهاني، هتطلع لي 0.001 في تربيع. نيجي بقى عايزين المرة دي برضو علاقة ما بين السرعة اللي هي تكون بصفر لما يقف هنيها في الهواء، والمسافة اللي احنا بندور عليها اللي هي واي ماكسيمم. يبقى انا عندي في دي في باي دي واي بتساوي نيجاتيف جي ناقص 0.001 في تربيع. ممكن ان احنا نقوم جايين واخدين الكلام ده بالبوزيتيف ونودي دي واي الناحية التانية بالنيجاتيف، يبقى في دي في على جي زائد 0.001 في تربيع بيساوي نيجاتيف دي واي، صح كده، ونكامل الطرفين.
طيب انا احب ان انا اعمل حاجة لو انا قسمت تحت الكلام ده كله على 0.001 وقسمت فوق نفس النظام، او اخد ال 0.001 عامل مشترك عشان اعرف اكامل، يبقى انا هنا كده عندي 1 على 0.001 في تكامل في دي في على جي على 0.001 زائد في تربيع. الكلام ده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي نيجاتيف تكامل دي واي. طيب وبعدين انا المنظر اللي عندي ده لو انا ضربت فوق في 2 صح كده وقسمت بره على 2، يعني خليت الكلام ده بقى 0.002، فاللي فوق بقى تفاضل اللي تحت، اقدر اظبط الدنيا دي كده فيطلع لي 0. طبعا ده في المقام 0.002 في لن الجي على 0.001 زائد الفي تربيع بيساوي نيجاتيف واي زائد الكونستانت. وقلنا لما الفي تربيع تكون ب50 الواي بتكون بزيرو، يبقى انا كده احط 1 على 0.002 لن بقى الجي على 0.001 زائد 50 تربيع بيساوي الواي بزيرو، يبقى بيساوي الكونستانت على طول. حلو كده، يبقى احنا عارفين ان ده هو الكونستانت. ممكن نوديه الناحية التانية بعكس الإشارة فتبقى إشارته نيجاتيف، صح كده؟ يبقى أنا عندي الواي بس، أو نخلي ده إشارته نيجاتيف وده إشارته بوزيتيف، ويبقى كده الواي عندي إشارته بوزيتيف. فاهم أنت الموضوع؟ أنا بس بلعب بالرياضة. فنيجي بقى نعوض، إحنا قلنا الفي هنا هتكون دي بزيرو، نيجي بقى نحط الإيه الكلام بتاعنا. إحنا قلنا أول حاجة الواحد على 0.002 لن، تمام، الجي اللي هي شيفت كونستانت 3.5 على 0.001 زائد 50 تربيع، جميل كده، ناقص 1 على 0.002 لن الجي برضو لن فوق، معلش ادي كده لن ادي كده شيفت كونستانت 3.5 على 0.001 زائد الفي اللي هي تكون بزيرو بيساوي، ساعتها هنبص كده هنلاقي الواي طلعت لي تقريبا كده ب100، واي بتساوي 113.5 متر. طيب حد يقول لي انت اتخدتني في الكلام وانا ما عرفتش انت عملت ايه تاني كده. واحده واحده، انا قلت هنا كده ان انا عندي 1 على 0.002 افتح قوس لن جي على 0.001 زائد 50 تربيع، ناقص لن افتح قوس ادي كده جي على 0.001 زائد في تربيع، اقفل القوس بقى الكبير خالص، بيساوي الواي اللي احنا عاوزينها. هنحط الفي تربيع دي بزيرو، اذا يطلع لي الواي اللي هتطلع ب113.5.